بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، حلول ذكرى مولد أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام وهذه الليالي ونحن في حال أفضل من هذا الحال إن شاء الله. طبعا بحسب الوقت المتاح، اعتبار الأخ أكد ربما ثلاث أو أكثر، ثلاث مرات أو أكثر على 20 دقيقة، فأنا إن شاء الله ما أتجاوز هذا المقدار المتاح في استعراض المحاور. أتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة نصرة الإمام الحسين سلام الله عليه. نلاحظ أن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما أراد الزواج قال لأخيه عقيل: يا عقيل، انظر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا ينصر الحسين بطف كربلاء. شوف، هناك تخطيط من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن يفكر في اختيار الزوجة، وضع له هدفا واضحا وهو نصرة إمام الزمان المتمثل في ذلك الوقت بالإمام الحسين سلام الله عليه. الربانيون من عباد الله عز وجل يتميزون بهذه الميزة، أن كل نشاط، كل موقف، كل حركة تصدر منهم إنما تكون ابتغاء لمرضات الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه أراد أن يجسد لنا هذه الحقيقة، حقيقة الإعداد لنصرة إمام الزمان. نصرة الحسين سلام الله عليه لا تنحصر بالسيف والرمح وبذل النفس من خلال الجهاد، وإن كان ذلك من أرقى مراتب الجهاد، ولكن هناك أيضا أنحاء أخرى للمشاركة في نصرة الإمام الحسين، كما أن أبا الفضل العباس ساهم في نصرة الحسين بسيفه وبذل دمه الطاهر، كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه شارك في نصرة الإمام الحسين من خلال تربيته لهذا النموذج من الأولاد الذين يعدهم لنصرة الإمام الحسين. يعني بإمكاننا أيضا نحن أن نساهم في نصرة إمام زماننا، وذلك من خلال اختيار الزوجة الصالحة، تربية الأولاد تربية صالحة. في الواقع نحن نساهم في هذا الخط العام، نصرة إمام الزمان، كما فعل
أمير المؤمنين ذلك. يعني هذا الولد لا يكون صالحا من خلال كن فيكون. صلاح الولد، التنشئة الصالحة للولد تحتاج إلى جهد وجهاد. يعني حتى تربية الأولاد هي في الواقع جهاد، نوع من الجهاد. هذا يسأل والد حافظ القرآن السيد محمد حسين الطبائي، هذا معروف، كان يعني في بداية التسعينيات ربما كان طفلا ويحفظ القرآن الكريم كاملا، وكان هذا الحدث غريب في وقته في بداية التسعينيات. دخل في مسابقات وفاز، تقدم في هذه المسابقات القرآنية. يسأل والده، يقال له كيف تمكن هذا الطفل الصغير من حفظ القرآن الكريم كاملا؟ كان يسأل هذا السؤال فيجيب، يقول السيد محمد حسين الطبائي مشروع قرآني قبل أن يولد. يعني قبل أن يولد كان هذا الطفل مشروع قرآني. حينما أردت الزواج، يقول كنت أبحث عن زوجة صالحة تربي لي طفلا حافظا للقرآن الكريم وعاشقا للقرآن الكريم. نشوف كيف أوضح الهدف الأساسي، المحور الأساسي تحرك في ظل هذا المحور. يقول كنا نمتنع عن أكل كل ما فيه شبهة، يعني كل أمر مشبوه نمتنع عن أكله، عن شربه، الملبس، المسكن، نراعي مسائل الحلال والحرام، حتى وهبنا الله سبحانه وتعالى هذه العطية. هذا ما جسده أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال لكميل هذه المقولة: يا كميل، أو يا عقيل، يا عقيل، انظر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا ينصر الحسين بطف كربلاء. وفعلا الله سبحانه وتعالى وهبه العباس، وما أدراك ما العباس. ورد يعني حتى نتعرف على شخصية العباس، مكانة العباس سلام الله عليه صاحب هذه الليلة، نقرأ بعض فقرات الزيارة الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه التي تصف وتذكر مميزات العباس سلام الله عليه. هذه الرواية مروية عن الإمام، أو هذه الزيارة مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والتضحية لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب. هكذا في زيارة أبي الفضل العباس الوارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني هنا الإمام الصادق من خلال هذه الزيارة حينما أراد أن يصف العباس سلام الله عليه ذكر هذه الصفات الأربع في شخصيته التي تميز بها في علاقته مع الإمام الحسين سلام الله عليه. أشهد لك بالتسليم، الصفة الأولى التي تميز بها العباس سلام الله عليه هي صفة التسليم. التسليم للقيادة الشرعية، التسليم
لحكم الله عز وجل من دون أن يكون هناك حالة من الانتقائية، يعني التعامل مع الحكم الشرعي لا يصح من خلال منطلق الانتقائية. يعني يقول مثلا هذا الشرع، هذا الحكم أنسجم معه، هذا الحكم لا أنسجم معه، هذا الحكم أقبله، هذا الحكم لا أقبله، يعني يجعل مذاقه الشخصي هو الذي يتعاطى مع الأحكام الشرعية. طبعا أمثلة كثيرة في هذا الجانب. شوف مثلا واحد يقول أنا بتقول لي مثلا الشارع يقول لي مثلا صل حتى 1000 ركعة ما عندي مشكلة، لكن طلع 5 مثلا، ادفع 5 أو ادفع صدقة إعانة الفقراء أو مساهمة في مثلا مشروع خيري، لا هذا مشكلة شوي، يعني مشكلة. أو مثلا يقول هذا الحكم الشرعي نعم أنا أنسجم معه، أما ذلك الحكم الشرعي أنا لا أقبله. أو يأتي مثلا يقول لا بد أن أقتنع بهذا الحكم حتى أمارس هذا الحكم الشرعي. نقول لا، مسألة أنك تقتنع أو لا تقتنع بهذا العقل البسيط في قبال الأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع المقدس، هذا ربما يعني يستبطن حالة من الغرور والاعتداد بالنفس. الآن موجود هذه الموجة الذين يعبر عنهم بالمتنورين هكذا، يقول أنا لابد أن أقتنع هذا الحكم الشرعي أنا غير مقتنع به، فإذا لم أكن مقتنع به كيف تريدني أن أمارس هذا الأمر؟ يقول لك مثلا أنا ليش أروح أطوف حول الكعبة 7 أشواط أو أرمي مثلا هذه الحصيات لتلك الجمار أو ما، يعني كثير من الأحكام هو لا يتعقلها، عقله لا يستوعبها، فبالتالي يكون معيار القبول والرفض العمل وعدم العمل هو عقله القاصر، عقله القاصر. قل لابد من التسليم، والتسليم إنما يكون من خلال الإيمان بولي الأمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. شوف لا يؤمنون يعني مسألة إيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني حقيقة الإيمان تكون من خلال التسليم، فإذا حصل التسليم تحقق الإيمان، ولا يمكن أن يكون هناك إيمان من دون تسليم، لا يمكن. هذه الصفة الأولى من الصفات التي ذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه في وصفه لأبي الفضل العباس. الصفة الثانية: أشهد لك بالتسليم والتصديق. قد يقال ما الفرق بين التسليم والتصديق؟ نقول التسليم إذا كان عن قناعة وعن بصيرة وعن وعي بصحة هذا الموقف، بصحة هذا الحكم، فيقال له تصديق. أما إذا كان هناك تسليم لكن من دون قناعة، يعني لا توجد هناك قناعة بالموقف، بهذا الأمر، بهذا الحكم، لكن يعمل من دون قناعة، هذا يسمى تسليم ولا يقال له تصديق.
يعني التصديق تسليم وزيادة، هذا التسليم إذا كان عن قناعة، إذا كان عن بصيرة، إذا كان عن وعي يعبر عنه بالتصديق. فلهذا يعني ورد أيضا في نفس الزيارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين متبعا للنبيين. يعني لابد من التسليم، هناك مرتبة أرقى من التسليم وهي التصديق، أن يكون هناك تسليم يقترن بالبصيرة والوعي في اتباع القيادة، في العمل بالحكم الشرعي، فحينئذ هذه تكون مرتبة أرقى. هذه الصفة الثانية التي ذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه في هذه الزيارة الواردة عنه: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء. مرحلة الوفاء في الواقع هي ترجمة عملية لمرحلة التصديق. أولا تسليم، بعد ذلك تصديق، يعني اعتقاد قلبي بصوابية الموقف، صحة الموقف الشرعي أو موقف القيادة. بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الوفاء، الترجمة العملية للتصديق، هي في الواقع يعبر عنها بمرحلة الوفاء، تجسيد عملي لهذا الاعتقاد القلبي بصوابية موقف القيادة الشرعية، كما فعل أبو الفضل العباس سلام الله عليه، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: كان عمي العباس، أو رحم الله عمي العباس، فقد أبلى أو آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه. يعني أبو الفضل العباس سلام الله عليه كان مسلماً مصدقاً بالإمام الحسين وفادياً له بنفسه، يعني مرحلة الفداء تجسدت في موقف أبي الفضل العباس سلام الله عليه. الصفة الرابعة التي وصف الإمام الصادق سلام الله عليه العباس بها من خلال هذه الزيارة المباركة هي التضحية. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء، يعني توطين النفس للتضحية للعطاء والتضحية، هذا الجانب العملي الذي يستتبع المكافأة والمجازات من قبل الله عز وجل. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في نفس هذه الرواية يقول: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه. هنا تضحية، فأبدله الله بهما بجناحين يطير مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب. ليس فقط هذا المرتبة، يقول الإمام: إن للعباس
عليه السلام عند الله تبارك وتعالى درجة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. شوفوا هؤلاء الشهداء في المحشر في يوم القيامة يغبطون العباس عليه السلام الذي حصل على هذه المرتبة وهذه المنزلة من خلال هذه المراحل الأربعة: مرحلة التسليم، مرحلة التصديق، مرحلة الوفاء، ومرحلة التضحية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون على خطى ساداتنا وأئمتنا سلام الله عليهم أجمعين، وأن يغير سوء حالنا بحسن حاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. Yeah.